طب دلوقتي المقادير الكبيبه ممكن بس ننزلها على الشاشه. عندنا برغل، مقادير الكبيبه طبعا بتبقى برغل ولحمه، خلاص برغل واللحمه بيبقوا تقريبا قد بعض. عندنا البهارات بتاعتنا بابريكا وكزبره وكمون وملح وفلفل اسود. طيب الصوص بقى بتاعنا عباره عن صلصه طماطم، طماطم مفرومه، بصل، فلفل اخضر. هنعمل حركه كده جميله قوي للكبيبه، وجايبه لوز كمان هحطها، هحشيها جواه، ومعانا مرقه طبعا. طيب عبر ما احط كده ايه بهارات، التوابل تبقى مظبوطه ماشي، يعني ما تبقاش كتيره قوي ماشي. خلاص نحط كده بقى هنضرب كله في الفود بروسيسر ونشوف القوام ماشي. كل واحد طبعا يبقى عنده سنس كده على القوام. طيب انا بحب احط لها ولا وهي شغاله كده معلقه بالظبط من دبس الرمان، ما كملتهاش يعني. ماشي اهو نبص كده عليها تمام جدا اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب ده عشان انا في الفصل هقعد اعملها. هعمل كده اكورها كور كده الاول كده، مش معنى بحب اشم الحاجه واشوف ريحتها ايه، اهي الكور اهي. بصوا هنعمل ايه بصباعنا كده بحيث ان يبقى فيها فتحه في النص كده اهو. كوبيبه هنا انا عملتها اهي، هحط عليها زيت، هدهنها كده بزيت وادخلها الفرن. دي ممكن بالطريقه دي وممكن ان احنا نقليها، الطريقه دي خفيفه قوي. طيب عندنا بقى اللي هنحطه في الكوبيبه، عايزه معلقه زيت هحطها هنا في الطاسه، وهبتدي احط البصل، عايزاه يدبل خالص. هرش عليه بس ايه رشه سكر كده بيديله بيسرع في السوا شويه. احط لها بقى مكعب زبده، فلفل عشان البصل برضه يدبل، لو حطيت الطماطم على طول الطماطم هتنزل ميتها على البصل. انا عايزه ايه اخلي البصل يصفر اكتر من كده كمان. هسيبهم شويه بعدين احط عليهم الطماطم، شويه دبس الرمان، عصير الطماطم، احط بس ايه البهارات. يبقى انا هنا حطيت ايه البصل شوحته كويس قوي، بس ما شوحتوش، عايزاه يصفر يبقى لونه اصفر كده طري، مش يبقى لونه ذهبي ناشف خلاص. وبعد كده حطيت اهو مكعبات مرقه الخضار مع مكعبين الزبده، هسيبهم يدبلوا شويه، بعدين احط الطماطم وعصير الطماطم مش هزوده قوي. وهنا الكوبيبه اللي انا حطيتها في الفرن، طبعا انا كنت عامله نسخه منها، بصوا حطيتها هنا عشان تستوي مع الصوص الايه الجميل ده اللي هو عباره عن بصل وفلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم مفرومه، هحطها اهي، حطيتها اهي عشان تستوي.